بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان أينما كنتم وتواجدتم، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بالخير والمسرات. أحييكم في هذا الصباح الجميل، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، من هنا من على أرضية ميدان السوان في هذا الكرنفال والمحفل الكبير، مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يحفظه الله ويرعاه من كل سوء ومكروه. هكذا هي الأشواق التالية، هكذا هي الأشواط المستمرة والمتواصلة، لتتواصل القوة، لتتواصل المتعة والندية. انطلق هذا الشوط، شوطنا التاسع الخاص بفئة الإبكار، اللقاية المحليات من مسافة 5 كيلومترات، شوط لتحدي الطامحين. انطلق هذا السباق وحضرت هذه الأسماء الكبيرة، عيون إلى الأمام ناظرة وخطى إلى الأمام سايرة، وذلك من أجل انتزاع ذلك الناموس. حضرت الأسماء، حضرت الشعارات بأسماء لا مكان لها إلا أسماعنا، ولا مقاعد لها إلا قلوبنا. ستدخل في هذه المواجهة الصعبة مقدمة الشوط، المركز الأول من تلازم، الصدارة التزام. محمد بن عبد الله الشامسي يقدم لنا التزام على الصدارة والمركز الأول، النقلة والدور إلى المركز الثاني ليتابع القدوم والحضور مع هملولة. حمدان بن مساعد بن خالد المنصوري يقدم لنا انطلاق هملولة، النقلة إلى المركز الثالث ليتابع القدوم والحضور في هذه اللحظات. مشاهدينا الكرام مع انطلاق غازية هي القادمة، محمد بن حمد بن حميد العويسي هو القادم والمقدم لانطلاق غازية، المركز الرابع. أوصلت في هذه اللحظات وتقدمت الآن شواهين، محمد بن مسلم بن بخيت الراشدي يتقدم على المركز الرابع والمركز الخامس. حضارة الخوارة، محمد بن سالم بن حماد الاكتبي من يقدم لنا انطلاق الخوارة في هذه اللحظات. هكذا هم الخمس الكبار، هكذا هم الخمس النجوم المتقدمين الباحثين عن ذلك الناموس. ياهي من أسماء حضرت في هذا الشوط، ولكن العودة إلى من تمتلك حتى هذه اللحظة حق تقرير المصير، من تقود الركب بكل متانة بكل رسانة تستملكها، يساعدها في ذلك طيب أصلها وشدة بأسها في أيام كمثل هذا اليوم وفي شوط كمثل هذه الأشواط. العودة إلى الصدارة، هنالك التزام، التزام من تسيطر على مجريات الأمور. بن منينة من يتقدم، محمد بن عبد الله بن محمد بن منينة الشامسي، ولكن الأسماء وصلت لا محالة. هنا في داخل الميدان سباق بين الأصائل، وفي خارجه سباق بين عزائم الرجال. أسماء حاضرة، شعارات صالت وجالت في مختلف الميادين، وصلت الآن من بدأت تجاوز. لافندر جمعة بن محمد بن علي بن جمعة تقدم على لافندر، بدأ يغير الآن، بدأ يجاوز، بدأت الآن ترتفع وتيرة منافسة هذا الشوط، لتنطلق لافندر لتحدد أول المسارات. هنالك بحثا عن ذلك الناموس، بحثا عن ذلك الانتصار الغالي، ولكن الأسماء يا راعي لافندر قادمة في هذه اللحظات، واصلة في هذه الأثناء، ولكن لافندر تقاوم هنا وهناك على أكثر من جبهة، كل هذا من أجل هذا النوماس الغالي. ولكن الشاهينية، وصل الدوسري، حيا بن موفي بن علي، الدوسري هو القادم يقدم لنا الماركة والدماء الشاهينية
ولكن انطلقت لافندر، انطلقت لافندر من تقود هذا الركب، والقدوم ايضا مع العفية صالح بن سالم بن مكتوم الجنيبي هو القادم يقدم العفية، وكذلك القدوم في هذه اللحظات مع انطلاق انجاز عبيد بن محمد بن مسلم بن حمرور العامري، وصلت الى اسماء. هل الصعايب قادمين؟ ولكن التغيير، ولكن التجاوز من الجانب الاخر، هنالك القدوم، الوصول في هذه اللحظات مع انطلاق نهاب مفتاح بن علي بن محمد النعيمي من بدأت تنطلق، هنالك تقود في هذا الشوط التي ستلعب المنافسة فيه على اجزاء الثواني، الامتار الاخيرة المجنونة. ولكن من غيرت؟ من انطلقت؟ العبية ونهابة، نهابة والعبية، صالح بن سالم الجنيبي من ينطلق مع العبية بشعاره الاخضر والابيض، روحت العبية كانها جفول مستديرة، كانها ظبي راعي البندق خطاها، انطلقت الان، حضرت بهذا الحضور الكبير العبية الجنيبي مع الناموس مع الانتصار، انطلق بن مكتوم، صالح بن سالم بن مكتوم الجنيبي العبية بطل لهذا الشوط، بطل وعنوان إلى هذا الشوط. انطلقت العبية إلى مصانع الجنوب، إلى مصانع الجنوب، سلام على هذا الأداء الكبير، العبية مع النوماس، العبية مع الانتصار، تهانينا والناموس، ألف مبروك لمالك العبية. صالح بن سالم بن مكتوم الجنيبي المركز الثاني، حضرت نهابة على المركز الثاني بشعار مفتاح بن علي بن محمد النعيمي المركز الثالث، وصلت على المركز الثالث لافندر جمعة بن محمد بن علي بن جمعة المركز الرابع، وصلت على المركز الرابع انجاز عبيد بن محمد بن مسلم بن حمرور العامري خامسا، وصلت الشاهينية حياب بن موفي بن علي الدوسري، تهانينا والناموس وألف مبروك لمالك هذه البطلة، لمالك هذه النجمة العبية، من خطفت هذا الناموس والانتصار مع هذا الشعار، شعار صالح بن سالم بن مكتوم الجنيبي ليخطف الناموس إلى أبناء مصانع الجنوب، تهانينا والناموس وألف مبروك على هذا الفوز والانتصار الكبير والمستحق. توقيت العبية لحظة الوصول إلى خط النهاية مختطف هذا الناموس والانتصار، مشاهدينا الكرام 7 دقائق 25 ثانية، 5 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس وألف مبروك. ثانيا من حضر على المركز الثاني نهابة بشعار مفتاح بن علي النعيمي، 7 دقائق 28 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. ثالثا من حارت على المركز الثالث حضرت على المركز الثالث هنالك لافندر جمعة بن محمد بن علي بن جمعة، 7 دقائق 29 ثانية، جزئين من الثانية، تهانينا والناموس لجميع الفائزين.